سلام يا سلام قصي ورده شنو هاي ورده مروه نعم اذا نروح الى الجوله الاولى والسؤال الاول ايد ورا الظهر اوكي وايد على الطاوله وخلي نسال السؤال نتونس بالسؤال لنحاول نشوف امتحان يعني مال كليه لو مال اعداديه ماشي اللي يعرف السؤال خليه يكبس راسا على الجهاز ونسأله إله ويجاوب أوكي ولو السؤال راح ينطرح يجاوب مباشرة السؤال الأول اذكر شيئا يستخدمه الرياضيون لحماية أنفسهم وياك يا عباس الحزام حزام الظهر حزام الظهر طبعا احنا منقول الرياضيين بشكل عام بشكل عام اي بشكل عام يعني الحزام الظهر او الخوذة الخوذة الان لو الحزام الخوذة خلي نشوف الخوذة مو خلي نشوف الخوذة اوه افضل جواب واحلى احتمال مال ماطورات نعم 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 وهاي تستخدم ايضا اذا مروة ارجع لمكانك وبعدين نحاول ان نعيش تفضل إذن السؤال جاوب علي عباس قصي نعم أنت شو تقول؟ كسارات الكسارات كسارات هي... كرة قدم أو أها هل موجودة؟ نعم موجودة اللي هو واقي الساق وردة صلاح نعم أنت شو تقول؟ يعني الحزام مثل ما قال الحزام الحزام واقي الظهر هماتين يعني اللي يستخدموه كمال الأجسام يعني خلي نشوف الحزام غير موجود علي انت شو تقول يعني الملاكم ممكن يحمي نفسه هو شنو بالقفازات مالته بالهاي مالته قفازات هذه اللي يضرب بيها ايه ممكن يحمي نفسه خلي نشوف القفازات صح قفازات هسه باقي أربع احتمالات عباس اذكر لي مرة ثانية إذن شيء يستخدم الرياضيون لحماية أنفسهم مثلا الحذاء الحذاء نعم الحذاء يستخدم أيضا لحماية الرياضي أثناء ممارسة الرياضة قصي النظارات النظارات حماية النظارات بالسباحة إيه؟ بالهاي النظارات خطأ صلاح نعم يلا البدلة مال المبارز المبارزين بدلة المبارز نعم بدلة وقاية بدلة الوقاية علي